السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ رجعت لكم فيديو جديد، بتمنى إنه فيديوهات تكون خفيفة عليكم وتكون يعني مثل يعني بتعجبكم، وإن شاء الله رب العالمين. اليوم إن شاء الله يعني حبيت إني أفرجيكم روتين يوم عادي يعني ست فلسطينية، كيف شو الفطور اللي عندنا أحيانا يعني بنحب ندلل أولادنا وندلعهم. نعمل لهم اللي كلكم بتعرفوه طبعا، اللي هو معجنات او فطائر الزيت والزعتر، مناقيش او مناقيش الزيت والزعتر ما احنا بنسميه، بالاضافه لمناقيش الجبنه البيضاء النابلسيه، باضافه تكات بسيطه هيك على الجبنه بتخليها طيبه كتير. وحبيت اني انقل لكم هاي الطريقه، يعني اغلبكم اكيد يعني بيعرفها، مع كاسه شاي هيك بالمراميه علشان الواحد يعدل مزاجه هيك الصبح ويقضي نهاره ويكون بكل نشاط وحيويه. وخلي تابعوا معي الفيديو النهائي، بتمنى ينال على اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو رأيكم أعزائي المتابعين هيك نعمل شوية معجنات هيك على الماشي، يعني منكوشة زيت وزعتر ومنكوشة جبنة. فراح عم نستعمل بهاي الوصفة، بحب أنا أستعمل للمعجنات اللي هي تبعت العشر دقائق، ويعني كلكم بتعرفوا طريقتها وسهلة وما بدهاش إشي، يعني بس للناس اللي بتحب يعني تشوف الطريقة. هون في ما عندي هون كوبايتين طحين، راح أنزل كوبايتين طحين هيك، رايح اضيف عليهم ملعقة سكر، ملعقتين خميرة كبار، ورايح اضيف عليهم كوبايتين مي دافيين، راح انزل العجان واحرك على الـ على الـ على الهادي اول اشي. طيب شايفين كيف راح اشغله على الهادي، اتركه لحد ما يتخلص. لما يوصل لهذه المرحلة شايفين كيف، يعني نتركه عشر دقائق، بعدها بنكمل الاضافات، بنحط شوي زيت زيتون او زيت ذرة اللي متوفر عندكم، ورايحين نضيف طبعا في المرحلة الثانية مثل ما حكيت لكم ثلاث اكواب من الطحين بهذا الشكل. طيب ورايحة اضيف اهم شيء ما ننسى الملح، ملعقة كبيرة من الملح. طيب وبنرجع بنكمل الخفق. طبعا هاي العجينة الطحين بيختلف من بلد لتاني، ومن حسب نوع طحين لنوع طحين تاني، فهون انا رجعت ضفت كمية بسيطة من الطحين علشان اكمل وراح ارجع اعجنهم كمان مرة علشان يتماسكوا معي، يصيروا كرة خلصوا. هيك معاي العجينة صارت جاهزة، شايفين القوام أحلى. طبعا هاي العجينة كل ما كانت أطرى كانت أفضل، يعني بتكون شوي بتلصق بالإيد. طيب هيك شايفين كيف، هيك صارت معاي جاهزة، راح أشيل المضرب يعني أفرجيكم القوام. طبعا هذا هو القوام المطلوب، مش مطلوب منكم إنكم تعملوها تكون أطرى من يعني أجمد من هيك، هيك بتكون معاي جاهز، راح أتركها لحد ما تخمر منيح. شايفين كيف هلا راح نتركها لحد ما تخمر مظبوط، تضاعف حجمها، وبعدين بنرجع بنكمل. طبعا هلا رايحه الفها، رايحه اغطيها، بس ايش راح اعمل، راح امسح وجهها بشويه زيت، رايحه امسح الوجه بشويه زيت بهذا الشكل هيك، هذا بيعطيها طراوه بخليها تصير من اربع ما يمكن. راح اتركها اغطيها واتركها لحد ما تخمر، بنغطيها وبنتركها لحد ما انها تكون جاهزه للمرحله الثانيه. بنقطع الجبنه النابلسيه بهذا الشكل لشرائح، وبننقعها بمي سخنه، بنتركها لحد ما تطلع منها تخف منها البلوحه. لبين ما انه الميه عندي تجهز تسخن، لبين ما انها الميه عندي تجهز تسخن تغلي، رايحه اضيف، عم اجهز خلطه الزعتر اللي هي خلطه الدكر، يعني بهذا الشكل هيك، راح اضيف عليهم زيت، طبعا بيحتاج لكمية منيحة، طبعا
يفضل يكون كمية الزيت فيه منيحة، راح يكون طيب وأزكى يعني بهذا الشكل. هيك بكون معي جاهز، لازم يكون هيك بهذا الشكل. وبعد ما غلت المي بنضيفها على الجبنة النابتية وبنتركها لحد ما إنه تكبر ملوحة فيها. طيب خلينا هيك ناخذ شوية نعناع علشان نحطه على معجنات الجبنة، لأنه أطيب كثير. نعمل كمان كوباية شاي بالنعناع على كيف كيفكم. طبعا النعناع كل ما تلقط أكثر كل ما صار أقوى ويعمل أكثر يعني. طيب هاي الكمية هيك بتكفي كافية، نروح نكمل أكلتنا. طيب هلا رايحين نفرم النعناع علشان نحطه على الجبنة علشان نبلش نعمل في المعجنات. يعني التنعيم مش كتير اشي شرط، بس يعني راح انعمهم شوي بضلوا افضل يعني. طيب راح ننزلهم على الجبنة هيك بهذا الشكل. ضروري إنه نعمل خلينا نشوف العجينة شو صار فيها. ما شاء الله شوفين كيف العجينة، كيف العجينة خلاني وجاهزة. يلا خلينا نبلش فيها. طيب هسا رايحين نبلش نقطع بالعجينة بهذا الشكل هيك. طبعا ضروري نحط زيت. نفس الشيء ضروري نحط زيت كمان هون، انه هو المعجنات المناقيش الزيت الزعتر والجبنه اساسها هو زيت الزيتون. طبعا يا جماعه الخير احنا زيت الزيتون بنجنيه من ارضنا اللي ان شاء الله انها تضلها موجوده. جهز الحراره اشتغل كمان هاي، راح اتركهم بس شوي لحد ما يرتاحوا وارجع افردهم. هيك بلشنا نفرد بالعجينة بعد ما انها ارتاحت. راح افرد المرة الاولى قبل ما احط الجبنة ضروري بعد ما تنحط افردها كمان مرة علشان تمسك مضبوط على ال تطلع طعمها اطيب وتكون متماسكة اكثر على العجينة. طبعا ضروري نحط برضه عليها زيت هيك هذا الشكل. طيب راح اقسم العجينة على الجبنة عفوا على قرصين بهذا الشكل. راح احط الجبنة راح ارد افردها كمان مرة. قربي يا ماما شوي شوي خليها تكون اوضح على القرص نفسه. بدل ما نجيب بيضه. طيب وبنرجع بفردها كمان مرة بس ضروري نحط زيت. طبعا الجبنة النابلسية بدها زيت زيتون، طعمها وزكاوتها بكون زيت الزيتون. نحط على الأماكن الفاضية بس كمان شوي وخلص هيك بتكون جاهزة. طيب هيك بتكون جاهزة، وقبل ما أحطها بالفرن راح أرد أفردها كمان مرة بتكون ارتاحت معاي أكثر. نفس الإشي نفس المبدأ اللي هو الزعتر، ونفس الإشي الزعتر كمان مناقيش الزعتر. رايحين نحط الزعتر بهذا الشكل. طيب ورايحين كمان مرة، معلش رايح ارد افرده يعني معلش احنا بنعمل بنشتغل للبيت يا جماعة الخير، ما حد يحكي لي ليش اشتغل في ايدكم من هالحكي يعني على الله اخره. رايحين نفردهم كمان مرة بهذا الشكل. طيب وهلا بصيروا جاهزين معانا انهم ينحطوا في الفرن.
علشان الفرن عندي انا فرن عربي، انا ايش بعمل علشان اختصر الوقت واقلل المجهود؟ بعمل مثل هيك، بحط هاي القطعة وبحط الكرسين فوق بعض بهذا الشكل. طيب، وبفوتهم على اساس انه اختصر على حالي وقت وجهد وتعب. يلا خلينا نفوتهم على الفرن. هيك حطيناهم بالفرن ونتركهم لحد ما يتحمروا ويجهزوا. طيب خلينا نشوف المعجنات شو صار فيهم. شايفين كيف معاي الثنتين استووا معاي بنفس الوقت، بس رايحة اعطيهم تحليلة خفيفة هيك. ماشي الحال. اللحظة مش راح ياخذ وقت اصلا، راح يتحمر بسرعة. توقف شوي. طيب وبنطلع. Thank you.